أيضا مساحة وضيف جدا مميز. أكيد نور محطتنا اليوم أروقة معرض الكتاب، راح نسلط فيه الضوء على جوانب مختلفة من مدير التوثيق والإعلام والمسؤولة عن التعاون العلمي والدولي في مكتبة الأسد الوطنية السيدة هبة الله الغلاييني. صباح الخير، نور، اهلا أهلا وسهلا. وسهلا فيك. احنا اول شيء بدنا نرحب فيكم مكتبة الاسد، انتم نورتوا المكتبة اليوم، يعني كتير فرحانين فيكم شكرا لك. واهتمامكم شكرا. للمعرض لهذا واكيد العام. نحن سعيدين بوجودنا معكم خلال هي الدوره من معرض الكتاب. ست هبه، خلينا نحكي هي السنه بالدوره ال 31، شو الشيء المختلف اللي قدمته ضمن مكتبه الاسد الوطنيه؟ في اشياء كتير مميزه لهذا العام ومختلفه. اول شيء هو الاحتفاء بشخصيه الفيلسوف العربي ابو العلاء المعري وتكريمه في هذا المعرض. بعدين في اقبال جماهيري واسع، خاصة بالمساء، يعني بتلاقي كتير ما شاء الله في جمهور كتير عنده اهتمام اكثر من الاعوام السابقة. في اهتمام بالطفل كتير هالمرة، وبالناشئين واليافعين كتير موجه لهم اهتمام خاص. في دور نشر عم تعمل تبادل كتب، في كتب مجانية من دار الناشرين. في تشجيع كتير السنة، وفي كمان مشاركة دول أجنبية لم تشارك من قبل، مثل عنا الدنمارك، إندونيسيا، كمان ما ننسى طبعا مشاركة إيران وروسيا، وكمان في تشيلي شاركت معنا بإهداء المكتبة كتب وتوقيع كتاب. كثير حلو. اليوم عم نحكي عن بعض الدول الأجنبية والعربية الصديقة يلي عم بتشارك بهذا المعرض، مو بس عم بتشارك، كان في وفود أيضا اجت للمعرض، معرض الكتاب، وتم الترجمة لهم وتعرفوا يمكن على الأقسام وتعرفوا على الأجنحة الموجودة. خبرينا أول شيء كيف كان التفاعل من قبل غير السوريين والأجانب يلي حضروا. يعني أول شيء ما بقدر أوصف لك فرحتهم واندهاشهم والروعة اللي حسوا فيها وقت تولوا أول شيء بمعرض الكتاب وشافوا هالروعة وهالتنظيم الرائع، يعني الذي ينافي كل ما يقال عن سوريا برا، إنه نحن الحمد لله نحن بفضل جيشنا العربي السوري حققنا النصر، ولولا هذا النصر ما كنا قدرنا نتقدم عام وراء عام. عم نتقدم بالمعرض وعم نقدم أكثر، وعم يصير أكثر إشراقاً، أكثر بهجة، أكثر غنى. فهنن كتير كانوا سعداء. وفي سفير تشيلي كان من أمس والقائم بالأعمال، وهناك كان الشاعر الكبير البروفيسور والكاتب بابلو الصباغ، وهو سوري تشيلي، يعني نحن كثير انسرينا فيه انه هو من اصول سوريه من حمص، اجا وتوج المعرض بمجيئه بتوقيعه لكتابه المهم جدا والذي عنوانه سوريا في المنظور. هذا الكتاب كتبه بابلو صباغ بشغف، واهداه الى انتصارات الجيش العربي السوري، اهداه للشهداء. وفيه الكثير من الإيضاحات حول الحرب الإعلامية التضليلية التي كانت ضد سوريا. هو حب أنه يلقي إضاءات وينبه العالم الغربي والخارجي بأنه هن غلطوا كتير وقت كانوا يحكوا عنا أشياء مضللة. وفيه أيضا حوار مع السيد الرئيس بشار الأسد، هو اللي كان عم يحاوره هو نفسه الكاتب بابلو الصباغ. بقى لاحظنا كتير انه هن متفاعلين ومبسوطين، وخاصة الكاتب الكبير اللي ما زار سوريا من زمان كان متفاجئ، هيك في دهشة واكبار وفخر انه هو سوري.
سوري تشيلي. وقد جميل يمكن هي التفاعل والمشاركة الكبيرة بمعرض الكتاب عربيا وعالميا. نعم. لأشرت إلى نقطة كثير مهمة، لا يمكن نقل الصورة، يكونوا عيوننا بالخارج نقل الصورة الحقيقية. أكيد صح. اليوم عم نشهد معرض الكتاب بدورته 31 بمشاركة عربية واسعة بمساحة وفعاليات أكبر. فينا نقول كرنفال أدبي اليوم عم عرس يعيشه. ثقافي يعني أكيد. حقيقي. فقديش مهم فعلا نقل هي الصورة للخارج، للخارج. نعم. خصوصا بعد أكثر من 8 سنين حرب، يمكن صار في اليوم وعي أكثر لما يحدث في نعم سوريا. نعم، صار العالم تغيرت النظرة إلى سوريا، تغيرت النظرة تماما بعد الانتصار الساحق اللي فاجأنا فيه العالم. يعني العالم خارج القطر عن طريق وسائل الإعلام الكاذبة المزيفة كانت أخذ صورة سيئة عن سوريا وعن، بس وقت شافوا روعتنا وثقافتنا يمكن عيونهم أصدق من أي كاميرا يمكن نعم تنزل نعم. على الأرض وتصور، فلهيك بتكون هن عم يشوفوا ثباتنا مقاومتنا التطور يعني ولهفة الشعب لأنه يطور ويعمر ويساوي، هذا كله أشياء إيجابية لازم نحن ننقلها للخارج. أكيد. إذا بدنا نحكي اليوم عن السوريين يلي عم يتوجهوا يوميا لمعرض الكتاب، داعك عم يكون الإقبال اليوم، أعداد الزوار قد عم بتكون، تعليقاتهم، أبرز التعليقات اللي عم تسمعيهم حضرتك؟ إيه، هو الحمد لله الإقبال سواء صباحا أو مساء، بس بالأغلب مساء لأنه مشان موظفين والطلاب وكذا وحرارة الجو، عم يجوا المساء لأنه الجو حلو وحدائق ويعني الجو كتير مساعد في مكتبة الأسد على فكرة لهيك معرض جماله يعني بأنه بالمكتبة. بقى كتير في إقبال وكتير، هي بس إنهم شوي عم يدقروا على الأسعار بصراحة، هاي نقطة مهمة، يمكن مدخول المواطن السوري يمكن اليوم محدود. نعم للأسف. فنقطة أنه الأسعار ليست متداول الجميع، في حسومات اليوم بالمعرض. نعم في حسومات تصل يعني ل60% تقريبا حسب، والله الهيئة العامة السورية للكتاب مشكورة. هي أكثر وحدة بتعمل حسومات بنسبة 60-70% وأحيانا متوزع مجانا للأطفال في دار الناشرين السوريين، كمان عم متوزع بعض الكتب مجانا للأطفال في نادي شام للقراء، عم يعمل تبادل كتب. يعني تعطيه كتاب ببدلك بكتاب. هذا كتير بيشجع القراءة. بس بالنسبة للأسعار نحن بنعرف إنه هي اللي إحنا في حصار اقتصادي صحيح. وطبعاً يعني أكيد بدها ترتفع مع ارتفاع الدولار للأسف، يعني عم ترتفع بس يعني عم يكون في مساهمات أو مشاركة من خلال تخفيض هاي الأسعار. نعم يمكن حتى الكلفة تقريباً، بس هي عم تحاول دور النشر مشكورة انه تعمل جهده انه تراعي هذا الموضوع كثير كثير يعني بالنسبه للاسعار الكتب، يعني موضوع كثير مهم انه نحن اليوم نراعي مدخول المواطن. كثير من الاهالي نور بنشوف يمكن عنده ولد 2-3 بيجي على معرض الكتاب، كثير صعب انه ياخذ لكل ولد من اولاده ممكن قصه او تنتين، يمكن هي تاثر على دخله صح. لانه اليوم الامور الاقتصاديه شوي صعبه على الناس، يعني في شغلات اساسيه بيقولوا انه هي ممكن في تكون اولويات أهم اولويات ابدا من اني انا اشتري القصص. بقى هذا الشيء قد ايه مهم اليوم الاسعار تكون صح. بشكل اكبر، ما بدنا بس الهيئه السوريه، لا يعني دور النشر تتعاون، دور النشر تتعاون، اذا ما بدنا نقول بجميع فصول السنه خلص، بس بمعرض الكتاب يكون هذا الشيء موجود ان شاء الله تعالى. يعني هي نقطه هامه مثل ما قلتي وعم يراعوها، بس كمان ما تنسي انه نحن احيانا الشعب السوري بيروح على مطعم وهيك بتطلع فاتورته 8000 12000 تلاقي عم يدفع بسخاء ومبسوط بس لانه وقت بده يشتري كتاب بلاقي يعني سعره هيك بتلاقي بغص. يعني نحن هي مثل ما قلتي يعني بالسنه مره نحن لنعمل هيك معرض ونهيئ اسباب وفي حسم، يعني حلو انه نزين مكتبتنا بكم عنوان حلو ومفيد لانه بيضل الكتاب الورقي يعني هو الاهم وهو الاحلى والاغنى. يعني انا برايي الكتاب الورقي ما بنقدر نستغني عنه، خاصه لا في ظل انتشار التكنولوجيا، يعني كثير صحيح. في ناس تقرا على البي دي اف والالكترونيك، بس انا بلاقي الكتاب الورقي يضل يعني له هذه العظمه والمكانه طيب ست هبه، خلينا نحكي يمكن خلال دورات معرض الكتاب او الدوره السابقه، شو هي الصعوبات يمكن اللي تفادتوها هي
مقصوة فينا نقول بالدورة الـ 31؟ في كان شوية صعوبة مع هذاك العام التعامل مع دور النشر، كان مشان قوائم الكتب ومثلا شيء بالإيداع الكتب، يعني ناشر لازم يودع 5 كتب من كل ناشر السوري. في أشياء داركتها الإدارة مشكورة بجهود السيد إياد مرشد مدير المكتبة، هو صلن من 6 أشهر وبلش يحضر ويجهز لهذا المعرض من 6 أشهر، يعني كتير في ناس اشتغلوا وكتير في ناس قدموا مشان يطلع بهالرواء وهالنجاح وهالتنظيم. في تنظيم كتير عن هذيك السنة، كتير في تنظيم يعني اختلف جدا لأنه صار عندهم خبرة أكتر، الإدارة ومساحة أوسع فينا ومساحة كمان. أوسع دور نشر أكتر، 230 دار نشر منها عربي ومنها أجنبي. وأنا بأمل وأنا عم شوف وعم وبأكد لك إنه السنوات القادمة إن شاء الله سيكون معرض الكتاب في سوريا في أوج والقمة ومن أحسن المعارض العربية إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. أكيد. يعني نور، اليوم حديثنا كان كلياته عن هذا المكان ومن وحي هذا المكان عن معرض الكتاب، حكينا عن لذة القراءة، لذة الورق يلي نحن منحسها أكثر ما نحن نقرأ أي عنوان أو أي كتاب معروف على شاشة الكمبيوتر. خصوصية دائما للكتاب اليوم. صح. لما تقتنيه ريحة الورق إيه والله بصير بيقولوا لك كنز اليوم المكتبة. إيه. بأي بيت لما تحتفظي بالكتاب فرح يكون عندك. بيسألوكي إذا عندك كتاب يقول في عندك كنز صغير مخبيتيه. ايه والله حلو، اكتر بكتير من الالكتروني يعني. اكيد نتمنى هاي الثقافة تكون موجودة فعلا بكل بيت وعند جميع العائلات. مثل ما قلنا نور، البداية من الطفل الصغير لحد مرحلة الشباب والمراهقة واليافعين. والله كتير عم نشوف زوار عم تجي العائلة كلها. هذا كتير يعني مميز كمان. انا كتير لاحظت عائلة يعني عم تجي الام والاب والاولاد، حتى في واحدة من رفقاتي جايبة بيت حماها، يعني إنه حماها وابنها وبنت حماها، يعني كتير انسلت العيلة كلها. قالت لي أنا العيلة كلها، لأنه هون في تنوع بالمعرض. تنوع يعني إحنا ما بننسى لا الصغير ولا الكبير ولا الراشد ولا اليافع ولا كله، في بلاقي طلبه إن شاء الله تعالى وبكل اللغات. نعم. شكرا لك، كنا كثير سعيدين اول شيء انه كنا ضيوفكم وكنتي حضرتك موجوده معنا لليوم. بنتمنى لكم كل التوفيق. شكرا. نورتي المكتبه. اكيد بدنا نشكرك على وجودك معنا السيده هبه، اكيد مدير التوثيق والاعلام والمسؤوله عن التعاون العلمي والدولي في مكتبه الاسد الوطنيه، واكيد رح نكون معكم بجميع المعارض القادمه. عم نعيش مثل ما قلنا فرح كرنفال ثقافي ضمن ظروف استثنائيه عم تعيش البلد. شكرا كثير لك. أهلين.